البارول مو هذا احد مسكين المهم كان نطلب منطع الشمس كافتيريا نتطور شوي دخلنا في الدار حتى مساكين بريان ما عندنا منطق زين نتكلم شوي انا بتكلم وايد اليوم عن بنياس انا يمكن اتكلم عن نفسي انا يعني. انا افتخر طبعا من بنياس ما اقول اي شيء في واحد ترفع يده من بنياس ما شاء الله وايد زين بنتكلم شوي على ستايل بنياس اللي هو ستايل حويشي اللي هو هذا حويشي يعني ما اعرف كيف اقول لكم اياها شغل البنات ما اعرف كيف يعني مهاري ما شاء الله منو هذا اللي قاعد يهني؟ واحد الكلوزر هاي لا زين نتكلم شوي عن لبس البنياس طبعا نتكلم على القحفيين القحفيين يلبسون عشان يغطون القبل للشعر يعني القحفية لونها اصفر والله احس القحفية في القارة من الجنة الغدرة ما نلبسها نخليها على الكتف ونربطها عشان الدبان نتكلم شوي على الكندورة الكندورة دائما تكون مخصصة تكون كندورة صومالية وإذا طورنا روحنا القرية هذين احنا متطورين يعني لازم نكشف أحلى كشف نلبس الجاكيت اللي من القرية الباكستانية ندخل القرية طبعا لازم الشال الكندورة لون الشال لون النعال ما في نعال ها لا بس مرة من غير بس نعال سد البلدية طبعا أحلى شيء يوم أنا أكون كاشف في قمة كشفتي لازم ألبس وزار لونها أحمر بس مو بهيبة اليوم هذا الوزار المفضل اللي يسمونه وزار الكبد طبعا أنتم هنا ساكنين محرومين من الجو برا الجو برا والله حق بني ياسر الحين طبعا مو حق كذا نروح نفحر وانا قاعد هنا قاعد مسكين المديره وين